هذا وادي اللي قلت لك وادي عنخ اللي بيقسم الصريح، هذا هو الوادي؟ هذا هو الوادي. والله يا دكتور أنا فكرت وادي. لا بعرفنيش، أبوه خطبني اليوم قبل، هو بقى يخطب العريس ولا يشوف العروس انت الثاني، لا تشوفه ولا يشوفه. بس تدخل المنطقة هاي تحلب صدق حتى مهما يكون فاعل أي شيء. اليوم أنا موجودة في بلدة الصريح. زمان كانت مساحات هيك سهول، كانت بتشتهر بالسهول، سهولها الخصبة وأراضيها. هلا بتشتهر بالعمران، كله كبر طبعاً. ومين أحسن حد يحكي عن الصريح؟ أهل الصريح واللي بيعرف كنوز وأسرار وتاريخ الأردن، الدكتور عاطف الشياب استضيفنا عنده اليوم، رح ياخدنا جولة في الصريح. وبعدين هدول ترى الحجار عمرهم 300 سنة، صح دكتور؟ كيف حالك؟ أهلا فيك، كيفك أنت؟ الصحيح بالنسبة للصريح زمان كانت تشتهر بسهولها الخصبة والزراعة، لكن حاليا للأسف أنه صار في تقسيم أراضي وتم يعني استبدال الأراضي الزراعية بالعمران، توسع عمراني. الزحف العمراني ارتبط بإيدون اللي من جهة الغرب، وحوارة من جهة الشمال، ولحد حدود الرمسة من جهة الشرق والحصن، فصارت كلها ضمن منطقة إربد الكبرى. طبعا سموها الصريح إذا بترجع إلى معاجم اللغة مع جمع المعاني وكذا، إنه الصريح معناها الواضح أو الشيء الذي لا لبس فيه. وكمان الصريح راح نشوف في وادي زي ما وصفه شوماخر، شوماخر الرحالة سويسري، طبعا بيرك هاردت 1812 وشوماخر 1885 زاروا كل مناطق الأردن وكتبوا عنها. طبعا إذا بدك كمان تاريخها، لأنه تاريخها كثير هو، بس يعني الحرب العالمية الأولى لما صارت هي كانت تابعة للدولة العثمانية، وتقسيماتها كانت حتى منطقة بني عبيد اللي هو بني عبيد تابع لقضاء عجلون أو للواء عجلون، ولواء عجلون تابع لحوران، وحوران تابع لدمشق. يعني تقسيمات كثير إذا بدنا نحكي عنها، يعني من العصر الحجري موجود، بس للأسف كل انطمرت هاي المواقع خسارة للأسف. في البداية رح نروح في زيارة لبعض البيوت التراثية قبل ما تنهاد ويطلع اسمنت محلها. هاي كلها لينا هاي المنطقة، فبدأ رميمها بدها بجوز 100,000 رمامش. كرم شو بك تسوي لو رممت؟ شو بتعمل فيها؟ زي متحف أو شيء يعني. طب متحف بين هالخرابات ما بزبط، لازم كله يكون نفس الم شايفة؟ خسارة والله خسارة. هاي كلها بيوت قديمة راحت، فهاي أقدم بيت هاي المضافة هاي. أيوة كاتبين لك الشياب تاريخ وحضارة شايفة؟ فمش عارف بدي بس رصق فيها شوية. في كتير بيوت تراثية بالصريح، والله بالصريح قليل يعني. هاي بجوز هذا قليل، بس بدك تديري بالك هذا من فاتن، شايف نظام القناطر هذا؟ في نوعين من البناء، احنا في قناطر وعليها خشب وفي جسور حديديه، فهي البيت هذا جسور حديدي كل واحد ماخذ شايف هاي القناطر بس كيف خشب من ال وهي الخشب لاحظ وخشب وشو اسمه هذا البامبو والقصيب القصيب فهي بتكون يعني هاي اقدم مضافه بالصريح. احنا في بالنسبه عندنا في المباني اثريه ومباني تراثيه. المباني الاثريه اللي هي 1950 فما قبل 1750 فما قبل اللي هو اثار فما بعد تراث. للاسف المباني التراثيه مش معروف مين مسؤول عنها، هل هي وزاره الثقافه، هل هي وزاره السياحه والاثار، هل هي البلديات، اي وزاره. لذلك تم تدمير معظم المباني التراثية واستبدالها مباني حديثة للأسف. فهذا نوع لاحظين هو نوع، هاي من أقدم البيوت الموجودة بالصريح 300 سنة، كانت لجيراننا من دار الخوري عطا الله السالم. لاحظين كيف استبدلوا ببناء حديث، فمعظم الأبنية القديمة استبدلوها للأسف، يعني أنه ما حد سألهم، والبلدية أحيانا بتساعد على تدمير كمان
البيوت التراثية. هذا وادي اللي قلت لك وادي عنق اللي بيقسم الصريح، هذا هو الوادي؟ هذا هو الوادي. والله يا دكتور أنا فكرت وادي وادي بس هذا الوادي بيمتد من عند الحصن حتى بيخترق بالصريح حتى يصل لعند الشلالة، وادي عنق. هذا بيقسم الصريح لقسمين وراح نشوف. أنا جهزت حالي لوادي. طيب هو بزيد وبنقص. طبعا هذا كان أيام إحنا كنا صغار، كان يعني ما قدرش حد يقطع الهذا لأن ما كان في جسر وعلى طول مية. مية دائما. اختلف المناخ اختلف شوي. شو دور وزارة السياحة والثقافة بهذا الموضوع؟ المفروض وزارة الثقافة أول شيء تسجل البيوت التراثية توثقها وتدعم المواطنين يرمموها أو يساعدوهم بأي طريقة من خلال تمويل مشاريع عشان يحافظوا على التراث. أما هو لو أجل أو يمنعوا ويهدوها كمان في قانون، لأنه في قانون حماية التراث ممنوع تهد البيوت التراثية حتى فيه. فعال؟ مش مفعال، لا موجود هو. موجود الحمد لله. حبيت أزور أم عدنان قد ما سمعت عن خفة دمها، وفعلاً القعدة معها بتشيل الهم عن القلب. والله يا أمّا إني بقيت أحصد وأغمر. شو أغمر؟ أغمر قمح يحصدوه. والله وأروح بقى عمي شاد بالصريح وبحوشة وبزبدة. والله أروح على زبدة، والله يا ما أروح مشي من زبدة. والله خالة لي بقت ما أخذ سيلفي، باجي عليها والله صغير أرجع مع البنات الصغار. وهذا عمي قال ما بأخذ لابني غير هاي القروطة هاي، شو بده بي 15 سنة والله غير عمري. وخبروني وجيت لهون عند خالتي سلفتي. خالتك سلفتي؟ خالتي سلفتي، أنا وياها بدار وحدي. شو كنا نساوي؟ وعشنا بقيت غالي عمي وعمت الله يرحمه. أبو عدنان روعة جبل عجلون يجي يأخذوني وينيمون عندهم بالمطافة، يقولوا هاي صغيرة جبس بجننها واني بجنن ميت بس. ولو ان جابوني عروس رتبوني على هالفرس، لا بعرفنيش أبوه خطبني اليوم قبل هو بقى يخطب العريس ولا يشوف العروس. انت الثاني نيالك لا تشوفه ولا يشوفه. انت وحظك شو بطلع؟ والله طلع حظي بالعلالي. والله والله قعدت معه 60 سنة عمره ما قال لي يلعنك ولا عمره ازعني. وعشنا وجبنا اولاد، جبت 7 أولاد وست بنات ما شاء الله وعمرت لهم وجوزتهم الحمد لله ومبسوطين هم ونسوانهم. اولادي مليحين ولا ما بيش مثله. وعندي هون بالدار تشني لا بناتي ولا شنايني ولا حدا مثلها. والله يا حبيبتي ما بتخليني أقوم أشرب. والله بلشاني بي. هسا عبتيجي راح تشوف العجينات لسلفتة تسوي مكمورة بجوز. هاي شاطر معدل فلسطيني شاطر. ولو من ابنك بتهنه ومرته بتكيف انت مش بتكيف؟ لهم بنقرد والله بتنقرد لهم مش؟ شايفة. والحمد لله والشكر لله. بالصريح في مقام العنقي سمعت عنه كتير من القصص الشعبية والتراثية، إنه كانوا الناس يزوروا ويتباركوا منه. خلينا نسمع عن هذا المقام. إحنا الآن في مقام يسمى مقام محمد العنقي، طبعا هذا يعتقد من خلال الدراسات اللي صارت انه بني عام 1758 يعني تقريبا 300 سنة. طبعا هذا المقام فيه قصص وروايات حوله كثير. من احدى الروايات اللي سمعناها انه كان في واحد فقير واقف على هون، كان في طرق الحج يعني على طريق الحج يساعد الناس في السقاية. فهو بيقول انه في أحد الرؤية أو في منامه طلع عليه واحد اسمه محمد العنقي، قال له روح ابحث تحت شجرة هون بالمنطقة هاي بتلاقي قبري اللي هو التابوت موجود. فراح بحث وله موجود التابوت. فمن هذاك الوقت صار عبارة عن مزار. بمعنى آخر إحنا كان عندنا، أنا لحقت يعني بعد العادات والتقاليد، لما كانوا بدهم يطهروا بعض الأولاد يجوا يتبركوا بالعنقي.
لما بدهم يغفر له ذنوبه يجي على عنقي. فييجوا هون هاي غرفة كانوا يجوا يصلوا فيها ويتباركوا إلى آخره، ويروحوا يزوروا العنق اللي هو تابوت بالمغارة تحت. ولما يطلعوا زي ما حكى أبو محمد، لما يطلعوا ما يطلعوا بالوجه القفا لأنه خايف ما يضربه الفقير، يطلع بوجهه بالعكس أساس أنه طبعا كلها عبارة عن معتقدات دينية. وبجوز حاليا بالوقت الحاضر انتهت أو انقرضت بعض هذه المعتقدات، لكنها موجودة وكانت الناس تقريبا يعني يتباركوا في هذا العنق. فطبعا هذا من المقامات النادرة، بس هون لابد من الاهتمام بهذه المقامات لأنها جزء من تاريخنا، بيحكي بغض النظر هي اعتقادات أو أساطير أو الأخيرة، لكن جزء من موروثنا الثقافي. طبعا الترميم اللي هون أنا كمختص بالآثار كله خطأ، ما بصير نرمم الحجارة بالسمنت لأنه الاسمنت مادة تكسر الحجر على مد، بس للأسف هو بس مليء كويس مقارنة باللي صاير بالصريح، كويس إنه ضل هيك ضل موجود ضل موجود. نتأمل بالمستقبل إنه يصير ترميمه تنظيفه وتظبيط وضع عليه حارس، ويصير يعني اللي بده يزور يجي، ونعمل خلينا نشوف لوحات عن تاريخ وعن كذا. أبو محمد ساكن بجانب المقام وشاف كيف الناس كانت تزور المقام زمان، واللي شفناها إحنا كانوا يجيبوا أعلام خضر مع فوانيس مع زيت يحطوهن كاسات زيارة يزوروا المقام اللي موجود الآن تحت. قبل كم سنة هذا؟ هذا يعني قبل 30 سنة، 35 للأربعين، يعني بين 30 والأربعين سنة كان إيش الناس تيجي تزور. وطبعا كان عندنا هنا منطقة هاي كانت عبارة عن حوطة، كانت حجارة الآن تغير معالمها. كانوا هنا إذا واحد بده يحلف يعني حتى المعتقدات، يعني كان الخوف من المنطقة هاي بشكل لا يوصف، إنه الناس تحلف بالله العظيم هنا برا تحلف ما تكون صادقة، بس تدخل المنطقة هاي تحلف بصدق حتى مهما يكون فاعل أي شيء. أحلى خبرية حكوها الشباب شو؟ إنه النسوان قبل 30-40 سنة كانوا بيجتمعوا بكل حارة وبيعملوا خلطة التبن والطين، وهم يلي بيعملوا صيانة حيطان البيوت. فخورين الشباب بجداتهم وعم يقارنوهم بستات هالأيام. خلص خلص بكفي، اتضلوا بخير.